نشاطها الخامسة المفصلة للأخبار من الإخبارية الجزائرية. أهلا بكم مشاهدينا والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس غدا اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن يخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام والحالة الصحية في البلاد وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الفريق السعيد شنقريحة يشرف على مراسم تنصيب العميد يحيى علي والحاج قائدا جديدا للدرك الوطني. مجابهة لانتشار وباء كورونا، تجند مختلف القطاعات لإنجاح حملة التلقيح عبر الوطن وحملات واسعة لتعقيم الفضاءات العمومية. وضمن الجهود الوطنية التضامنية لمكافحة الوباء، قافلة من المستلزمات الطبية لفائدة مستشفيات أم البواقي وسقهراس وبمستغانم، التزام صارم بتدابير الحجر الصحي. بداية يترأس غدا السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن يخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمن العام والحالة الصحية في البلاد وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في الفاتح أوت 2021، أشرف السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد يحيى علي والحاج قائدا للدرك الوطني خلفا للواء نور الدين جوسمية. سكينة محمود عليان والمزيد. بداية وبعد مراسم الاستقبال، وقف السيد الفريق وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد العربي بن مهيدي الذي يحمل مقر قيادة الدرك الوطني اسمه، حيث وضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري المخلد للشهيد وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح قوافل الشهداء الأبرار. مراسم حفل تنصيب العميد يحيى علي والحاج قائدا للدرك الوطني خلفا للواء نور الدين جواسمية استهلت بتفتيش السيد الفريق لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفى بصحة العلم ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول أوت 2021 أنصب رسميا العميد يحيى علي والحاج قائدا للدرك الوطني خلفا للواء نور الدين جواسمية، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثوراتنا المجيدة. بعدها قام السيد الفريق بتسليم العلم الوطني إلى القائد الجديد. ليقوم بعدها بالمصادقة على محضر تسليم السلطة.
السيد الفريق وبعد ترأسه مراسم حفل تسليم السلطة، عقد لقاء مع إطارات ومستخدمي الدرك الوطني، حيث ألقى كلمة توجيهية أكد فيها أن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والتي لطالما حذر منها في العديد من المناسبات ليست من نسج الخيال كما يدعي بعض المشككين، بل هي حقيقة واقعة أصبحت ظاهرة العيان، والجيش سيتصدى لها مسنودا في ذلك بالشعب الجزائري الأبي. أود التأكيد بهذه المناسبة أن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والمكائد التي تدبر ضد شعبها ليست من نسج الخيال كما يدعي بعض المشككين، بل هي حقيقة واقعية أصبحت ظاهرة للعيان ويدرك خلفياتها العام والخاص. وما الحملة المسعورة المركزة الموجهة ضد بلادنا وجيشنا على منابر بعض وسائل الإعلام الأجنبية وفي شبكات التواصل الاجتماعي إلا الجزء القليل البارز من هذه الحرب القادرة المعلنة ضد الجزائر انتقاما منها على مواقفها تجاه القضايا العادلة وغيرتها على سيادتها الوطنية وقرارها الحر الذي يأبى الخضوع والخنوع. وبهذا الصدد بالذات أجدد التأكيد أن الجيش الوطني الشعبي يعرف كيف يتصدى لكل الذين يكيدون للوطن ويتربصون به السوء، مسنودا في هذه المهمة الثانية بالشعب الجزائري الأبي. السيد الفريق تطرق كذلك إلى الصور الرائعة للتضامن التي رسمها شعبنا هذه الأيام جراء الانتشار المقلق لجائحة كوفيد-19، من خلال تجنده إلى جانب مؤسسات دولته لتخفيف تبعات هذا الوباء ومد يد المساعدة للمصابين ومستخدمي الصحة العمومية. وهنا أستحضر معكم بكل فخر واعتزاز تلك الصور الرائعة للتضامن التي رسمها شعبنا هذه الأيام جراء الانتشار المقلق لجائحة كوفيد-19، من خلال تجنيده إلى جانب مؤسسات دولته لتخفيف تبعات هذا الوباء ومد يد المساعدة للمصابين ومستخدمي الصحة العمومية في هبة شعبية عارمة. وخصلة التضامن هذه ليست غريبة عن هذا الشعب الأصيل الذي فشل الاستعمار الغاشم طيلة قرن وثلث قرن بكل قوته وبطشه وجبروته في إخماد جذوة الثورة في ضميره الجمعي وطمس مقوماته وهويته الوطنية العريقة. هذا الشعب الصلب الإرادة القوي العزيمة الذي لن تتمكن أي جهة مهما كان مكروها وخبثها من استغلاله والتحيل عليه ومغالطاته وتضليله لتمرير مشاريعها ومخططاتها الدنيئة. فتجند كافة الشرائح من أبناء الوطن إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني أصبح يقلق الأعداء ويزعجهم، لأنهم يدركون كل الإدراك أنه لا مجال للنجاح محاولاتهم اليائسة
ما دام الشعب متحدا ومتلاحما مع جيشه ويقف أفرادهما معا رجالا ونساء سدا منيعا في وجه كل المتآمرين الذين لن يفلحوا أبدا في تدنيس هذه الأرض الطاهرة. السيد الفريق اختتم كلمته بتعبيره عن تفاؤله بأن الجزائر الجديدة تشق طريقها رغم كل شيء بخطى ثابتة نحو وجهتها الصحيحة والسليمة. وانطلاقا مما سبق لا يسعني إلا أن نقول بكل فخر واعتزاز وتفاؤل بالمستقبل الواعد بأن الجزائر الجديدة تشق طريقها تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بخطى ثابتة نحو وجهتها الصحيحة والسليمة، وذلك بفضل وعي الشعب الجزائري وتكاتفه مع مؤسسات دولته وجيشه الذي يعرف دوما في الأوقات الحاسمة كيف يحافظ على أمن واستقرار الوطن ويصون وحدته الترابية والشعبية، وهو واجب مقدس وأمانة غالية في أعناقنا جميعا، وفاء منا لتضحية الجسام التي قدمها شهداؤنا الأبرار. استقبل اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته عبد العزيز النويري رئيس غرفة بمجلس الدولة، والذي سلم للوزير مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده. يندرج هذا العمل في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، والتي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية. في الانشغال الصحي وضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 والتي تجندت مختلف القطاعات لإنجاحها وتوسيع نطاقها لاكتساب المناعة الجماعية، أشرف اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات كمال الزيق على عملية تلقيح موظفي وعمال القطاع لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا. وتهدف هذه العملية التي جرت بالتنسيق مع الحماية المدنية إلى تلقيح 13,000 موظف في القطاع. وللحد من انتشار فيروس كورونا، نظمت وزارة الموارد المائية والأمن المائي حملة تلقيح لفائدة موظفي وعمال القطاع على أن تتواصل العملية خلال الأيام المقبلة. كما تتواصل ببلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الوباء لليوم الثالث على التوالي. المزيد مع أميرة شايب. إقبال كبير للمواطنين شهدته مدرسة الخنساء ببلدية الجزائر الوسطى من أجل تلقي لقاح كوفيد-19. كم نوصي قاع الناس قاع الشعب الجزائري يجي يدير تلقيح ديالو صغار وكبار، باسكو هاد الإبيديمي راهي غير تمشي. مبادرة عجب على بالك، عيطونا في الطريق قال كي ودي فوالا سي فو فولي فو فار فاكسيني ارواحو ليكول ايت اوفيرت ان جور سور دو بور لا فاكسيناسيون. انا بيرسونالمون جي اسكري واحد اون ديزان دو بيرسون راهم كاع هنا كان يجازوا راحوا. انا نوصي الشعب الجزائري غير يديرها، باسكو المرض راهو غير يمشي وراهم لي جان راهم يموتوا لي جان. العملية تقوم تحت إشراف المديرية العامة للحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية الصحة لولاية الجزائر مع تطبيق لتدابير الوقاية الصحية. هذه حملة متواصلة من أجل تلقيح عدد أكبر من المواطنين، ومن هذا المنبر ندعو جميع المواطنين للتوجه إلى المراكز المخصصة للتلقيح. خصصنا مدرسة الخنسة اللي عندها حوالي 60 عمارة مجاورة مستوى الحي، دونك اليوم كما نشوفوا بكل بتطبيق تدابير الصحة
اولا، ثانيه كل مواطن اللي يجونا راهم اوتوماتيكمون يجوا كما يقولوا بالكمامه لابافيت. وتسعى السلطات الوصية من خلال هذه الحملة إلى التقرب من المواطنين والوصول إلى وسط الأحياء السكنية بغرض التحسيس بضرورة تلقي اللقاح. وبولاية المسيلة أيضا انطلقت بجامعة محمد بوضياف حملة واسعة للتلقيح والتي تدوم يومين، وهذا بالتنسيق مع قطاع الصحة وجمعية تنشط في العمل التطوعي. التغطية للزميل محمد أبي إسماعيل. ويكاين الاكتظاظ ما نبعثوش، ويكاين الفراغ نبعثوش. عندما ينتشر الوعي ينحصر الكوفيد، وعندما تتقدم عملية التلقيح تتأخر فرص الإصابة بالفيروس. عبد الملك أستاذ جامعي، لكن ذلك لا يعطيه أي حقوق إضافية، فالكل سواسية أمام حقنة اللقاح. شاء الله أن يكون هذا الوباء، يعني وباء الكوفيد، ولا حل إلا عن طريق التلقيح. والحمد لله يعني ما قاستيش هذا المرض حتى نجي ندير الفاكسان هذه، وان شاء الله الشباب والناس كامل يجي يديروا الفاكسان باش يحميوا العائله تاعهم والاهل تاعهم ان شاء الله. الحمد لله مالغري اني انسان سبورتيف وناكل في ماكله صحيه اون بليس، بصح هكذاك وجيت نوسر كيفاه نوقي روحي بالفاكسان هذه باه نحمي روحي ونحمي العائله نتاعي. العمليه شهدت مشاركه 20 فرقه طبيه موزعين على عدة نقاط من أطباء وممرضين. وإن شاء الله نديروا اليوم وغدوة 10,000 يعني تلقيح، وهذه اللي سمحت درنا دي بيش اللي يجيو رانا أو سنتر فيل، مي كاين اللي بعد على يجيو ديريكتومون باطل يعني بدون مقابل. الأزمة الصحية علمتنا أن لا ثقة إلا في أهل الاختصاص، وأن العلم هو المرجع الوحيد، وأن اللقاح هو السبيل الأنجع للعودة للحياة العادية. كما يشهد المركز الطبي الاجتماعي للأمن الوطني بولاية وهران يشهد حملة تلقيح لفائدة منتسبي جهاز الشرطة. من وهران سفيان بن زردة يفصل. حماية رجال تطبيق القانون ضمان لاستمرارية خدمة المواطن أثناء هذه الجائحة، هذا ما تعمل عليه مصالح أمن ولاية وهران من خلال مواصلة حملة التلقيح لفائدة منتسبي جهاز الشرطة. بادرنا بعملية التلقيح قصد حماية الشرطي في بداية الأمر وبصفة الأولى، وكذا حماية المواطنين كون الشرطي متواجد في الميدان يوميا مع المواطنين. كي جات هذه المبادرة أنا جيت باش نحمي روحي من هذا المرض، باسكو راه بزاف، ونحمي ثاني العائلة تاعي. كان إقبال كبير تماك في المستشفى، حنا زدنا من درنا في المركز الطبي الاجتماعي باش نزيدوا عملية التلقيح، مواصلة عملية التلقيح اللي كانت كاينة ديجا بدات من قبل. عملية سيتم تكثيفها خلال الأيام المقبلة. هذه العملية ستتواصل ببرنامج مسطر في هذا الإطار لأجل تطعيم كل موظفي الأمن الوطني بأمن ولاية وهران، وستكون على مستوى المستشفى الجهوي للأمن الوطني وكذا المركز الطبي الاجتماعي، إضافة إلى توسيع هذه العملية على مستوى مراكز الأمن الحضري وأمن الدوائر. حملة تلقيح صار يراها الكثير الرقم الأهم في معادلة العودة إلى الحياة الطبيعية. ومصالح الأمن أيضا تسهر بولاية مستغانم على تطبيق تدابير الحجر الصحي الجزئي الذي يلقى استجابة تامة من طرف المواطنين. تقول كامل يحمو. على غير العادة تبدو الواجهة البحرية سلامندر بمدينة مستغانم هادئة ودون مرتديها في مثل هذا الوقت من السنة، بعد تطبيق الحجر الصحي الجزئي من 8 مساء إلى غاية 6 صباحا. كنت خدام وراني خارج من الخدمة، ما خدموناش الاوتوريزاسيون تاعنا. سخرت لهذه العملية قوة بشرية ومادية كبيرة لضمان تنفيذ كل بنودها، من إفراغ كل الساحات العمومية خاصة الفترة الليلية. ولضمان التقيد بهذا الإجراء الوقائي تقوم مصالح أمن ولاية مستغانم بتنظيم دوريات طيلة فترة الحجر الصحي. لازم يخرج على الضرورة، احنا على غالب احنا ما كومش خدمه ما نخرجوش، احنا دابين نقعدوا في الدار. تم تسجيل بعض المخالفات هنا وهناك، ولكن على العموم كل الاجراءات تم احترامها من طرف المواطن وخاصه المواطن المستغانمي.
ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والحجر الجزئي المنزلي من شأنه مواجهة الوباء والحد من انتشاره. بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري انطلقت القافلة التضامنية من مدينة عين مليلة والتي قوامها 40 طنا من المستلزمات الطبية موجهة لمستشفيات كل من ولايتي أم البواقي وسقهرس. المزيد مع عائشة بوبريق. هبة تضامنية بقيمة فقط 15 مليار سنتيم وتعدت 40 ألف طن من مختلف المستلزمات الطبية. القافلة التضامنية انطلقت من مصنع للأدوية الصيدلانية بعين مليلة والوجهة أم البواقي وولاية سقهرس. هاو السيرتيفيكا، هاو القرار، القرار ليثبت باللي هذا إنتاج وطني وتحت ضمان المنتج كان ليغون فابريكي عين مليلة اون لاتكس لي ديفيرون تاي ام اي ال كان لي زانتيبيوتيك جدد سيفازولين وكان لو جيل هيدرو الكوليك 500 مليليتر تاعنا انتاج محلي. ايش اللي نتفائل به اليوم؟ هذا المنتوج جزائري من مؤسسه جزائريه وراي تنتج هذا المنتوج في ولايه مجاوره ولايه في عين مليله. طبعا نقول هذه الهبه التضامنيه اللي هي تتمثل في عتاد طبي مختلف راح تكون اضافه كبيره لولايتنا وخاصه المستشفيات تاعنا طبعا محتاجه الى هذا الدعم، فخاصه فيما يخص كل انواع العتاد الطبي اللي راح يعطي اضافه كبيره للاطباء تاعنا وكل الطاقم الطبيه بيخدموا في اريحيه. هذه الاولى بصح مش راح تكون الاخرى باذن الله، يعني راح نكونوا ديما في العون مع بعضنا ان شاء الله حتى نتغلبوا على هذا الجائحه برب ان شاء الله مع بعضنا. وعن ماده الاكسجين وكل المستلزمات المستورده المتعلقه بهذه الماده صرح ممثل اللجنه الوطنيه في هذه العمليه. عندنا نداء كهلال الاحمر. الهلال الاحمر حاليا يقوم بعمليه استيراد لكل من يريد في الجزائر كل لوازم الاكسجين. حاليا رانا مع حوالي 10 ولايات اللي تقدموا للهلال الاحمر وحطينا تحت خدمتهم المديريه المكلفه بالاستيراد وتعرفوا التجربه تاع الهلال الاحمر. هذا فيما اشرفت السلطات المحليه بولايه سقهرس على انطلاق عمليه تعقيم مختلف احياء وشوارع المدينه. وفي تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا الآن حيث سجلت 1307 إصابة جديدة بالفيروس و41 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل للشفاء أو مرضى للشفاء 787 مريضا، وهذا حسب ما كشف عنه بيان لوزارة الصحة. في موضوع آخر، وبعد الحرائق التي شهدتها الحظيرة الوطنية لشريعة في الأيام الماضية يواصل أعوان الغابات بالحظيرة عمليات المراقبة ليلا نهارا والتدخل في الوقت المناسب في حال نشوب أي حريق بالإضافة إلى تحسيس المواطنين للحفاظ على الثروة الغابية. المزيد في روبورتاج ملك درحم. شوف سيرت انا نخدموا عمل تنسيقي، عمل تنسيقي تقبض واد البلاط اللي في مرولي عندك تما، انا نقبض لاكلاسير لاكلاسير، المهمه تاعي انتهت، كونوا الحيطه والحذر، الحيطه والحذر. علم سيرت انا هي خرجه ميدانيه لحراس الغابات على مستوى الحظيره الوطنيه بالشريعه بعد الحرائق التي عرفتها الغابه بحر هذا الاسبوع والتي ادت الى خسائر كبيره من خلال فقدانها للعديد من الاشجار وكذا بعض الحيوانات. هذه المساحات دركا راح المرحله الجايه، مرحله بعد الحريق هذه، عندنا مرحله تاع المراقبه اللي رانا نقوموا بها من نهار السبت حتى لليوم ومازلنا نقوموا بها. مرحله المراقبه هذه معناتها نعسوا لي فيمغ، معناتها الدخان منين يخرج نعاودوا ندوروا عليهم نطفيهم باش ما نخلوش الحريق يعاود يشعل مره اخرى. التكثيف من الخرجات الميدانيه ومراقبة النقاط التي عرفت الحرائق كان الدور البارز لحراس الغابات حتى يتجنبوا نشوب حرائق أخرى. كثفوا بالدوريات اللي نقوموا بمستشفى خطر في الحظيره الوطنيه شريعه، الدوريات يكونوا كما نقولوا متتاليه، دوريات متتاليه من الثامنه صباحا حتى ال 12 تاع الليل، والبريغاد يبقاو يديروا يتروجوا على المناطق الحساسه. توافد المواطنين راهي توافد راهي بكثره
وكي نشوفوا حنايا تما نديروا النقاط في المناطق يكونوا فيها كثافه المواطنين نعطوهم التوعيه والتحسيس على الحرائق. ليبقى الوعي هو السبيل الامثل للحفاظ على الثروه الغابيه التي تعتبر رئه الجزائر، وحمايتها تستلزم تضافر جهود الجميع. تمكنت مصالح الشرطة بوهران من وضع حد لنشاط شبكة أشرار تمتهن النصب راح ضحيتها 800 شخص من مختلف أرجاء الوطن، وهذا باستعمال طرق احتيالية بعد إبرام معهم عقود لشراء سيارات جديدة أو مستعملة، وهذا بالتقسيط. كانت فرقة المساس بالممتلكات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار التي راح ضحيتها 800 شخص من مختلف أرجاء الوطن، مع توقيف شخص بالغ من العمر 46 سنة مسبوق قضائيا بالاستيلاء على أموال ضحايا بعدما يبرم معهم عقود لاقتناء سيارات جديدة ومستعملة بالتقسيط وبتواطؤ مسيري لوكالات بيع السيارات الثلاثة التابعة له وعمالها، بعد عملية ترصد ومراقبة لتحركات المتورطين ووضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف 4 شركاء تابعين لهذه الشركة الخاصة بحوزتهم جهاز كمبيوتر ولواحقه وثلاث هواتف نقالة إلى جانب ملفات إدارية للضحايا، ليتم بعدها استيفاء إجراءات قانونية التي سيحالون بموجبها أمام العدالة. في قطاع العدالة التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة اليوم 10 سنوات حبس نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازا موسى غلاي المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير، مع منعه من الترشح لمدة 10 سنوات سرية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته. أما علي بوعمريران مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا فقد التمس في حقه 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية، مع منعه هو الآخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات. وبخصوص المتهمين الآخرين وهم إطارات بوزارة الصناعة والسياحة والبيئة بولاية تيبازا، فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين 5 وسنتين حبسا نافذا وغرامة مليون دينار جزائري لكل واحد منهم. كما التمس وكيل الجمهورية تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دينار جزائري غرامة لكل منهم، مع إقصائهم من الصفقة العمومية لمدة 5 سنوات. إلى شأن الدولي الآن، حيث أقيم صبيحة اليوم بمقر الرئاسة الصحراوية حفل تأبين وعزاء على روح فقيد القضية الصحراوية القيادي عبد الله الحبيب الذي وري الثرى أمس بمقبرة أسمارة بالصحراء الغربية. التأبينية حضرها الوزير الأول الصحراوي بشرايا بيون وأعضاء الحكومة الصحراوية والقيادات المختلفة لجبهة البوليزاريو الذين أشادوا بمناقب ومآثر الفقيد الذي تقلد العديد من المناصب عسكريا، حيث كان وزيرا سابقا للدفاع إلى أن وافته المنية في منصبه وزيرا للأمن والتوثيق الداخلي. سيد عبد الله الحبي نشهد له ويشهد له شعبه قاطبة بأنه أعطى شبابه وأفنى عمره في هذه المسيرة الكفاحية الزاخرة بالنماذج اللامعة في العطاء والتضحية، وظل حاضرا في ميدان الشرف قدوة في التحمل والصبر ومثالا في تنظيم الصفوف. أبلى البلاء الحسن بحنكته القيادية وصلابة مواقفه التي اكتسبها من الميدان واستلهمها من قوة شعبه وقداسة ثورته، وكان ابن الثورة النجيب وابن الشعب البار، أخذ في التجربة ما جعله يعطي دروسا في المثالية والوطنية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم عملية سياسية في الصحراء الغربية تتمتع بالمصداقية تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما ثمن جهود الأمم المتحدة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية في أسرع وقت ممكن.
في الرياضة وفي كرة القدم وتسوية لرزنامة الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى، يستضيف فريق اتحاد العاصمة سارة اليوم فريق شبيبة القبائل بملعب عمر حمادي ببولوغين. المباراة تتابعونها على القناة 6 الشبابية وكان الألجيري ابتداء من الساعة 9 مساء. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام موعد 5 وتابعتم فيه. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس غدا اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن يخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام والحالة الصحية في البلاد وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الفريق سعيد شنقريحة يشرف على مراسم تنصيب العميد يحيى علي والحاج قائدا جديدا للدرك الوطني. وكما تابعتم مجابهة الانتشار وباء كورونا، تجند مختلف القطاعات لإنجاح حملة التلقيح عبر الوطن، وحملات واسعة لتعقيم الفضاءات العمومية. وضمن الجهود الوطنية التضامنية لمكافحة الوباء، تبعتم قافلة من المستلزمة الطبية لفائدة مستشفيات أم لبواقي وسوق هرس، وبمستغانم التزام صارم بتدابير الحجر الصحي. نشرتنا تمت مشاهدينا، السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليوم الغد بحول الله، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب تحسن في حالة السماء من حيث السحب على كل السواحل، حيث السماء ستكون قليلة السحب لكن بعد انقشاع الضباب الذي سيميز أغلب السواحل خاصة الغربية. الرعود تبقى تنشط خلال ظهيرة بالهضاب الوسطى والشرقية، أجواء مشمسة تماما بشمال الصحراء إلى غاية وسط الصحراء، لكن ستكون أيضا أجواء حارة يجب أخذ الحيطة والحذر. الرعود الموسمية تبقى تنشط بأقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار وتاسيني مرفوقة بأمطار محلية. الحرارة خلال ليلة اليوم، أدنى مقياس سيسجل بالبيض ب 16 درجة وأعلى مقياس بمدينة باتنا ب 25 درجة، بينما على السواحل لن تتعدى 24 درجة. أما جنوبا في حدود 25 درجة بمرتفعات التاسيلي، 24 درجة بتندوف، وترتفع إلى غاية 30 درجة بوسط الصحراء. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى فصلية، مقاييس ما بين 30 إلى 32 درجة على السواحل. درجة الحرارة ستعرف ارتفاع نحو المناطق الداخلية لتقارب 40 درجة بقسنطينة وأم البواقي، 39 درجة بغليزان وشلف، 39 درجة أيضا جنوبا بتمن راست وجانات، بينما تبقى أجواء حارة تميز كافة مناطق الجنوب الكبير. ومصلحة الأرصاد الجوية تحذر من تسجيل درجات الحرارة تفوق 49 درجة تحت الظل محليا خاصة بوسط الصحراء. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، البحر سيكون من جميل إلى قليل الاضطراب، الرياح أيضا ضعيفة تماما، تأتينا شمالية غربية تدور إلى جنوبية غربية نحو سواحل الغربية. بالنسبة لبعض عواصم جنوب قارة إفريقيا، بإذن الله أمطار رعدية مرتقبة بأبوجا، بأديس أبيبا وكذلك بأبيجان. أما باقي العواصم الأجواء ستكون مشمسة إلى غائمة جزئيا بكاب تاون أنتاناناريفو إلى غاية نيروبي. الحرارة لن تتعدى 18 بكاب تاون، 19 بأديس أبيبا وأنتاناناريفو، ترتفع إلى غاية 27 درجة بأبوجا.